هادي انا وصحابي كانت الهوايه ديالنا هي الجري نهار وما طال حتى جا داك النهار اللي ربحت فيه اول سباق وانا في عمري 12 عام. ديك الساعه قلت مع راسي هادي غير البدايه، خاصني نكبر احلامي تكبر معايا، نكبر في الجهد منين نكون نجري نتخطى جميع الحواجز، نكبر في التفكير ديالي وانا تنحضر المنافسات من المستوى العالي، نكبر باش نطلع لأكبر درجة في منصة التسويج العالمية. ملي كنرجع للذكريات كنتفكر كيفاش كنت انا والناس اللي قراب مني يد وحدة، كيفاش كبرنا جميع وكيفاش ربحنا جميع. البنك الشعبي، نكبروا جميع.